العائلة ديالنا أحلى عائلة. أيتما ديستما أزول فلا والسلام عليكم. أحلى عائلة كنتمنى من قلبي تكونوا بخير وتكونوا مرتاحين. وانتما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، رجعت لكم فيديو جديد. الناس اللي أول مرة يشوفوني معكم وفاء من قناة وفاء برداوز، نتمنى أنكم تشاركوا بالضغط على ذاك الزر الأحمر اللي كان هنا يا أسفل الفيديو، وفعلوا جرس اللي كان حداه باش هكا توصلوا بكل جديد وتنضموا للعائلة ديالنا أحلى عائلة. قولوا ليان ديال الانستغرام ديالي غادي تلقاوه في لاباغ دانفو. وقبل بغيت نتشارك معكم هاد السيدة هادي، جبت لكم أفكار ديال كادوات اللي ممكن أنكم تعطيوهم من غير ريحه، من غير مكانه، من غير داكشي صافي دي موضه. كاين هادو سيدات هادو، شوفوا مكتوبه فيها وفاء، مخدومين بالسيراميك، خديتها عند سناء صاحبتي. كدير هادشي وعر، كتنقش على الحن، على الحنه، على الشمع، على اي حاجه بغيتو كديرها. هكا وسيدات الزوينين اللي تقدروا تعطيوهم كادو، راه كاينه هي هنا في الجرف ساكنه حدايا، ولكن راه كتصيفط زعما جميع المدن المغربيه. كتتواصلوا معاها، كتقولوا ليها السميه اللي بغيتو، بالديزاين اللي بغيتو، باي حاجه بغيتوها، وهي كترسمها لكم هكا على السيده، وكتبقى زوينه. يعني ما بغيتش نحيدها الميكا باش ما تخسرش. والكادو الثاني اللي ممكن انكم تعطيوه هو هذا الطرز هذا اللي هذا حمقني حمقني حمقني. شوف واعر بزاف، هذا وصلني كادو من عند واحد البنوته الله يعطيها الخير، فرحتني بزاف. شوفوا احسن كادو تقدروا تعطيوه، زعما هكا شكيله زوينين. شوفوا سيده فيها سميتي، هذه حتى هي فيها سميتي وفيها تصويرتي، يعني شي حاجه اللي غتبقى تعطيوها مثلا لماماكم لباباكم، زعما كتجي هكا شي حاجه رمزيه وزوينه بزاف. وهاد البنت هذه كتطرز، يعني هاد دابا هذه انا راه طرزها بالخيط، وكتكتب لكم السميه اللي بغيتو، تدير لكم الديكور اللي بغيتو. وشوفوا كيف كيجي من هنا، راه داير هكا يعني فيه المرمى، يعني طرزه على المرمى ودايره هنا. حمقتني بزاف، احسن كادو تقدروا تعطيوه لوالديكم ولا صحابكم ولا خوتكم ولا شي حاجه، كتعطيوها التصويره نتوما كتختاروا شنو بغيتو دير، ديروا في هنايا. هي مسكينه اختارت لي هاد التصويره، ماشي انا اللي قلت ليها، هي اختارت لي هادي واختارت لي السميه ديالي. حمقتني بزاف هادي، غادي نعلقها هنايا، نعلقها في شي بلاصه، نعلقها حتى الدرع، غادي تجي زوينه بزاف. الانستغرام ديالها غادي نخلي لكم في لاباغ دانفو فاطمه، نسيت على الانستغرام ديالها، المهم نخلي لكم في لاباغ دانفو. الا بغيتو هكا تدخلي عندها، راه كدير داكشي زويون بزاف، حيت انا هادي حمقاتني وعجبني ومن احسن الكادوات اللي شديتهم في حياتي. غنخلي لكم الانستغرام ديالها ودخلوا عندها وسولوها، راه كدير داكشي واعر 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 بزاف. من اكره الصبابط عندي هو هذا، لا علاقه. هذا هو الصباط لي الصنداله اللي قلت لكم كتبان فيها رجل بحال السوسيطه، ما زويناش نهائيا. كنت خديتها من واحد السيت ديال كوي، كانت زعما كتبان لي الستيل ديالها زوين، ولكن انا نهائيا ما عجبتنيش. ماشي ديال اللبس، يقدر غير ديال التصاور، يكلف الصرا ديالها، ماشي هي هذيك الصباع تيديروها تينتصروا في الحياه. الصنداله الاخرى اللي حتى هي ما عمرني ما لبستها، في الاول عجبتني زعما شريتها بالعشقه، ولكن عمري لبستها وما تتعجبنيش وما تتجيش معايا. هو هاد الصنادل هادو كيجيو يمكن زوينين، انا قلت ما عمرهم ما تيدي موضه، تيكونوا هكا صيفيين وداكشي، ولكن انا ما عرفتش علاش ما تتعجبنيش وما تتجيش معايا، وحتى هي ما عمرني ما لبستها. هادي كنت خديتها غير عند واحد المراه كتجيب هكا السلعه من برا، يعني ما خديتها حتى في شي سيت. المهم ما تديوش على الصبابط، راه مغبرين بلا تيمسحون بعدي. هاد الصبيبيط هذا كنت خديتو من الي اكسبريس بسبعين درهم، واعر 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 بزاف. كان من اول صنادل عندي هكا كلاس، من اول الصبابط هذا في الله فاش بديت اليوتيوب كنت خديتو، كيجي واعر في اللبسه. انا بعدا تيحمقني، واخا قديم هذا ما نقدرش نستغنى عليه. هاد الصنداله هادي توسخات شي شويه حاشاكم. المهم هاد الصنداله كنت هي خديتها من علي اكسبريس ب 110 درهم. بزاف منكم كيسولوني عليها، فيها هنايا ترونسبارون هنايا، وحتى في تاعنا تاع عند القديمات هادو كنت خديتهم. يلاه خرجوا كنت لبستها باقا تنعقل في في العيد الصغير ديال داك العام، ماشي ديال هاد رمضان، ديال اللي فات كانوا يلاه بداو كيخرجوا. اخر ستيل نفكر اني نلبسو هو الصنادل، هو هكا الصنادل اللي محلولين من الصبعان ومن القدام، ما كنحملهمش، كيجيوني فيهم رجلي خايبين، واصلا انا رجلي ماشي ديال الصنادل. تيجيوني فيهم رجلي خايبين، تيكونوا زوينين فاش كنلبسهم في الدار، تنغسل رجلاتي تنقادهم، تيكونوا هكا تنخرج الله يجعلني ما تمشي غير واحد 100 متر
تيوليو رجليهم منفوخين، تيوليو بحال ديال شي راجل وتي ما اش من الرجال رجليهم زوينين، تيكونوا منفوخين وتيخرجوا فيهم العروق، تيوليو حالتهم ما كيكون فيهم ما يتشاف. داكشي علاش ما كنرضاش نلبس سنادل. هذه كنت خديتها من شيئين، ما عقلتش شحال دايرين، يمكن دايرين شي ما عرفتش 100. المهم انا كنت شديتها فابور، كنت لبس كنلبسها غير في البحر الا مشيت مع كسيوة، وكنبقى ندور فيها ندور بها في الرمله، لان ديك الساعه الرمله كتستر العيوب، ما تيبان والو. ما يمكنش نكون امازيغيه وما يكونش عندي ايدو كانت فراوت زوين بزاف. هادو كاينين عندي واحد ايدو كان وحدين اخرين، عرفتي كل شيء مغبر جدا وحطيتهم هنايا ما مسحتهمش. كاينين عندي واحد ايدو كان اخرين ولكن ما فيهمش هاد العقيق، هذا سامبل، وهادو تاع العقيق تيكونوا هكا زوينين، غير ديال شي حاجه نيت زعما شي خرجانيت زوينه. و هاد السيل تا هو اللي كنت خديته ديجا تشاركته معكم، هذا ما عمرني ما لبستو باقي جديد، كنت خديته بخمسين درهم، خديته في الكحل وفي البيج. الكحل تقطع لان حطيت عليه بزاف كنلبسو تقطع ليا، وباقي ليا هاد الكرونه هذا، والبيج حتى هو لبستو ولكن ماشي بزاف، الكرونه هو اللي باقي مازال ما لبستوش ومازال ما لقيتش معاش غادي نلبسو ومازال ما لبستوش. وريت لكم وما عجبكمش، ما عرفتش علاش. شحال من واحد ضحك عليا في الانستغرام تيقولوا لي اويلي هذا راه ديجا تشاركت معكم في واحد الفيديو، تيقولوا لي اش هذا الشيء لبسي بلاستيك احسن. والله العظيم الا من احسن الصبابط عندي الى يومنا هذا هو هذا، ومن اقرب الصبابط الى قلبي، لبسته مره واحده في الاحتفال بالسنه الامازيغيه وصافي، ما عمرني ما لبسته مع غوب، تيجيو واعرين في اللبسه وتيحمقوا. ما عرفتش علاش نتوما ما عجب، ماشي نتوما كاملين ولكن اغلب الناس ما عجبهمش. هذا حتى هو واعر، خديته من شيئين زوين تيعجبني، كنلبسو هكا مع السراول مع الصايات مع اي حاجه كيجي زوين. هذا واعر حتى هو، خديته من شيئين. عرفتوا باش تعرفوا هو نيت هذا خوه، هذا عاوتاني هادو اللي هكا بوانتي كيعجبوني. فين هو ديك الشرويطه؟ ها هي مغبرين. هادو لي بوانتي تيعجبوني، هذا خديته من السوق ب 180 درهم، كنت خديته شحال هادي ولبستو يمكن في واحد التقديم ديال واحد الحفل، صافي ما عمرني يمكن درت تقديم لبستو مع قفطان، ولكن ما عمرني ما لبستو خرجت به ولا شي حاجه. باش تعرفوا عندي هنا بزاف ديال الصوابط غادي نقول لكم ما عمرني ما لبستهم، وكاينين اللي لبستهم مره ولا جوج. علاش؟ حيتاش انا ما كنخرجش بزاف، عندي حوايج وعندي الصبابط وعندي شحال من حاجه ما عمرني لابسها، وسيكان ما عمري السيكان كاع نادرا فاش نهزهم. عندي واحد الصاك ديال 600 ريال كنهزو فين ما بغيت نمشي كنهزو، يعني علاش؟ حيتاش ما كنخرجش بزاف، وحتى الا خرجت كنخرج فشي بلاصه اللي ماشي ديال هاد الحوايج، كنخرج للسوق خصني نلبس سبور، خصني نلبس قبيه وسبرديله وسروال وسدينه، خصوصا دابا منين عندي البيكالا صافي راه ما زعما. كنت مازال كنت كنلبس كساوي جلالب مثلا صايات الا كنت غادا للسوق حيت كنش الطاكسي، ولكن دابا مع البيكالا صافي ما بقاتش كتخلي ليا لا زعما نلبس شي حاجه كلاس. والمشكله هو ان اغلب حوايجي كلاس، اغلب الحوايج اللي كنشري كساوي اللي كنشري طالوات بزاف واخا ما تلبسهمش، وفاش كنجي نخرج شي خرجه عاديه ما تلقى ما نلبس، حيت كاع حوايجي ماشي ديال دوك الخرجات اللي انا تنخرج ليهم. كنشري الحوايج ديال شي وحده موظفه ولا شي وحده خدامه في البنكه، وانا غير على وزن البنكه. هاد السويبيط هذا كنت درتو مع داك لونسومبل البيج اللي ديجا وريتكم، حتى هو كنت خديتو يمكن بشي 180 درهم، ما بقيتش عقلت في قصاريات الصفا في انزكان. كاين تما واحد مول الصبابط كيبيع داكشي واعر، وكنت خديتو عندو واحد الكاليتي فيه زوينه بزاف، لبستو حتى هو غير شي مره ولا جوج ما كاملينش، وكنت لبستو كنت لبستو يا بي فاش مشيت لتفراوت، فاش مشيت للحفل ديال تفراوت كنت لبستو. هذا كنت خديتو من شيئين ب 100 وشي 20 درهم يمكن، ولا لا ماشي 180 نيت حتى هو. كنت هذا خديته على وديت الميطاب فاش كملت 100 ألف، كنت لبسته مع غوب كحله وداكشي، كي جاني هكا بحال ديال الاميرات، ولكن راه صعيب في المشيه، ما كرهتش كون كانت الامكانيه ديال اني نقطعو بحال هكا ونلبسو، حيت هادو ما تنقدرش. هذا وهذا راه قد في الطول تقريبا، قد في الطول ماشي تقريبا، وما تنحملش نلبسهم، وما عاد وزعما وكنعشق هاد الانواع تاع الصوابط. غادي تشوفوا عندي البوانتي بزاف، واخا هادو تيهضروا عليهم تيقول لك زعما تاع العيرات الكبار، ولكن انا تيعجبني هاد الستيل واخا ما تلبسوش بزاف. كاين عاوتاني هاد الصباط اخر اللي جاني كادو، اللي حتى هو من نفس زعما الستيل اللي كيعجبني واللي كيحمقني، غير هذا مريح بلاتي
عالي عليه شويه ماشي بزاف، ولكن هذا مريح لواحد الدرجه ما تقدروش تخيلوها. والستي ديالو زوين وانيق. ودابا غادي ندوزو لي بوت اللي عندي. هذا خديته في البرد ديال داك العام اللي فات، خديته حتى هو من علي اكسبريس بشي اش نقول لكم شي 90 درهم 100 درهم شي حاجه بحال هكا. المهم ما فايتش 150 درهم. حتى هما كانوا يلا خرجوا هكا لي بدان وقصارين في البرد ديال داك العام اللي فات. كاين عندي واحد لي بوت، واحد البوت هنبخاوتني نقول البوت، واحد البوت هذا كنت خديته من شيئين، زوين بزاف الكاليتي ديالو واعره، واخا كنشمو زعما عليا والله ما فيه ريحه خايبه. راه ما لبستوش بزاف، ها باقي جديد، لبستو شي ما ماشي بزاف، ماشي بزاف ما لبستوش بزاف المرات، غير هما هاد هذا بالضبط ديال شيئين فيه بحال ريحه، بحال ريحه ليسانس فيه خفيفه، ولكن فيه ريحه ليسانس. وحتى هو دايره في الميكانيت ديالو مفشجه، لا يربي جا في كرتونه غير دايره في ميكات شيئين. هاد لي بوط عاوتاني خديتهم من الي اكسبريس، اش غنقول لكم هادو ب 120 درهم يمكن، كانوا خديتهم حتى هو في الاشمن، خديتهم هادي شي 3 سنين البرد ديال ماشي الحفل الامازيغي ديال داك العام، ماشي ديال العام اللي فات، العام اللي قبل منه، باش خديتهم واعرين بزاف. بالنسبه لهاد الصناد هادو اللي كيكونوا، هاد الصباط هادو اللي كيكونوا ديال الجلد، كنمسحهم بفازلين كيوليو كيبريو بقطيره فازلين. انا نوريكم تيبان لكم تيبري بحال يلاه خديتوه، ها غير شويه ديال فازلين وكتزيفو بحال هكا بشي زيف. انا غادي نوريكم، هذا هو الروتين ديال الصباط اللي كندير، وغادي نديرهم كاملهم ان شاء الله في الميكات، وغادي نعلقهم فوق الماريو باش ما يبقاوش يتغبروا ليا في السطح، في الماريو اللي حدا السطح تكرفصوا. شوفوا الفرق، شفتوا ها كاين الفرق، شوفوا هذا هو اللي مسحت وهذا هو اللي ما مسحتش. هاد لي بوط حتى هما جاوني كادو، هما الساك ديالهم ديجا تشاركتهم معاكم، هما والساك والبوشيطه ديالهم ما عمرني ما لبستهم، 36 حتى هما ما عمرني ما لبستهم اصلا، فوق البرد وما لبستهمش، ما لبستهم تصورت بهم وصافي، راه التصويره كنت حاطاها في الانستغرام ماشي كنت ولكن ما عرفتش علاش ما لبستهمش. كيما قلت لكم ما كنخرجش باش غادي نلبس هاد الحوايج هاد ما فشي شكل. وهادو ديال كيشوا كنت خديتهم من حشمه، ولكن هما ديال كيشوا، كانت فيهم تيكتا ديال كيشوا يمكن ما عرفتش عقل دايرين شي 300 درهم واقيله، كيجيو حتى هما هكا زوينين وواعرين، وجاو ليا نفس التوب ديال داك المونطو اللي عندي ديال الدان. زائد السبرديلات ما وريتهمش لكم، ما عنديش بزاف السبرديلات الصراحه، هما اللي تيخصوني كان عليا هادشي كامل خصو يكون سبرديلات، حيتاش هما اللي تلبس بزاف ولا كونفيرسات شهوتي فيهم، خصني نمشي ناخذهم، ناخذ هكا شي كونفيرسا ولا شي سبرديله عاديه، حيت هما اللي تلبس بزاف كما قلت لكم، خصوصا دابا كنخرج للسوق. هادو هما الخرجات اللي خرجت هادي شي عام تقريبا السوق، الا غادي نقضي شي غرض فشي بلاصه، غادي نشري شي حاجه، غادي نمشي غير بالبيكالا ولا غادي نمشي نجيب شي حاجه، مهم تتكون شي حاجه ديال، ماشي باش نخرج ندور ونجلس فشي قهوه ولا ما نعرف شنو. هادوك الخرجات ما عمرني ما خرجتهم، داكشي علاش انا في حاجه الى السبور دابا كتر من الكلاس، وفاش كنجي نشوف كنلقانا عندي الكلاس بزاف، عندي كساوي بزاف، ما عنديش حوايج السبور، لانكم اصلا عارفين بلي ما كنتش كنلبس السبور غير مؤخرا عاوتاني اللي بدلت ستيل، مليت من راسي، مليت من الكساوي، مليت من الصايط طلعوا ليا هنا. واحد الوقت صافي جيت فاش دخلت لاصال تقريبا هادي عام، صافي بدلت اللبس ديالي، وليت كنلبس هكا شويه سبور، كنلبس قبيات طوال وكنلبس سراول، لان ما كنتش كنلبسهم. ولكن بزاف الناس نهضر عليها دغيا دغيا، بزاف الناس قالوا لي ولا علاش انت كنتي كتلبسي هكا وليتي كتلبسي هكا، راه من طبع الانسان انه خصو يبدل، خصو يغير. بزاف الناس كيكونوا تتكتئب واحد الوقيته، كتوصل صافي ما كتبقايش تحملي راسك، حيت صافي كتشوفي راسك تلبسي نفس السيل في نفس الروتين، نفس شده الزيف، نفس 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 نفس، راه كتملي. راه ماشي عيب ان الواحد يبدل، وماشي سوق حتى شي واحد اللي بغى يبدل شي حاجه يبدلها، ما سوق حتى شي واحد، خلي كل واحد يمشي على الحاجه اللي هو بغى. ف انا بعدا زعما انا مع راسي كيعجبني التغيير، ومره مره يقدر مره اخرى عاوتاني تجي وتشوفوني لابسه الله اعلم شنو، المهم كل مره نقدر نبدل شي حاجه على حساب المزاج ديالي انايا، وشنو قال لي راسي نديرو. هادو هما الصباط اللي حطفت بهم لحد الساعه، نتمنى ان يكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله على قناه سوفا بارداوز، خليتكم فرحت الله.